السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن 5 أطعمة بتحسن من الصحه الجنسيه و5 أطعمة بتاثر بالسلب على الصحه الجنسيه. في البدايه عايزين نقول كام نقطه كده قبل ما نتكلم على الاطعمه. هو ايه اللي بيحسن من الصحه الجنسيه في المطلق او في العموم؟ طبعا في حاجات عامه معروفه زي الحاله النفسيه الجيده، وزي الرياضه، ممارسه الرياضه، زي الاقلاع عن العادات السيئه، زي ان احنا ناكل اكل غني بالبروتين، نشرب ميه كويس خلال اليوم مش في وقت معين بس، لا على مدار اليوم. كل دي حاجات بتحسن من الصحه الجنسيه كويس جدا. طيب لو بصينا على الجانب الفسيولوجي او الجانب العضوي، فاحنا هنلاقي ان الامداد الدموي كويس ومضادات الاكسده اللي بتشيل السموم من الجسم دي بتحسن من الصحه الجنسيه. اي حاجه بتزود انقباضات الاوعيه الدمويه وبتوسع من الاوعيه الدمويه فبتزود الامداد الدموي للاعضاء التناسليه، وبالتالي بتحسن من الصحة الجنسية والأداء الجنسي للزوجين. لو اتكلمنا عن الأطعمة اللي بتأثر بالإيجاب أو بتحسن من الصحة الجنسية، هنبص هنلاقي أول حاجة عندنا الخضروات والفواكه. خضروات زي الخضروات الورقية زي الخس والجرجير والسبانخ، كل دي حاجات غنية بعنصر المغنيسيوم، وده عنصر مهم جدا 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 لانقباض العضلات اللي موجودة في الأوعية الدموية، وبالتالي بتزود من الإمداد الدموي وبتنشط الدورة الدموية الجنسية. تاني حاجة هنتكلم عليها هي الطماطم. والطماطم دي ولو ان احنا بنعتبرها من الموالح، ولكن بيطلق عليها اسم تفاح الحب. ليه تفاح الحب؟ لانها بتقلل من التهابات البروستاتا، اللي مع تقدم السن بيحصل التهاب بروستاتا عند الذكور، ولكن الطماطم فيها عناصر مهمة جدا بتقلل من التهاب البروستاتا وبتزود الرغبة الجنسية عند الطرفين. طيب ايه تاني؟ الفواكه عندنا اي فاكهة غنية بالالياف زي الموز مثلا. الموز في دراسات قالت عن الموز بالاخص ان هو بيقلل من التوتر النفسي وبيقلل من التوتر المعوي، ودول حاجتين بيأثروا بالسلب على الصحة الجنسية. طيب تاني حاجة هنتكلم عليها هي الحبوب الكاملة. ايه الحبوب الكاملة؟ عندنا حبوب الكاملة زي الفريك، زي الشوفان، زي البليلة، كل الحاجات دي بتحسن من الدورة الدموية وبالتالي بتحسن من الأداء الجنسي عند الطرفين. تالت حاجة هنتكلم عليها هي المكسرات. المكسرات زي مثلا الكاجو، والكاجو ده فيه كم من مضادات الأكسدة عالي جدا اللي احنا بناخده في حاجات الأوميجا بلس والأوميجا 3، وكل ده هي فيها الحاجات دي حاجات طبيعية جدا وبالتالي بتحسن من الأداء الجنسي. الفستق فيه حمض مهم جدا، هو حمض الأرجينين، وده مهم جدا للدورة الدموية وتنشيط الدورة الدموية العامة. رابع حاجة هنتكلم عليها هي المأكولات البحرية، ودي حاجة معروفة في التراث الشعبي ان المأكولات البحرية حاجة مهمة جدا جدا للصحة الجنسية، وده لو بصينا للناحية العلمية هنلاقيها غنية جدا بعناصر زي الأوميجا 3 والأوميجا 6 والزنك. الزنك عنصر مهم جدا جدا للصحة الجنسية. خامس حاجة والأخيرة، ودي حاجة تعتبر غريبة شوية لبعض الناس، وهو الثوم. الثوم فيه مادة اسمها أكسيد النيتريك. أكسيد النيتريك الموجود في الثوم اللي بنحطه على الأكل عادي ده بيحسن من الدورة الدموية، واكتشفوا مؤخرا ان هو ليه أهمية ممتازة جدا في الانتصاب، هو عنصر مهم جدا للانتصاب. دي كانت 5 أطعمة مهمة جدا للصحة الجنسية وبتحسن بالإيجاب. طيب عندنا 5 أطعمة تانية بتأثر بالسلب على الصحة الجنسية. زي ما احنا قلنا ان اي حاجة بتقلل الإمداد الدموي او بتزود الأكسدة أو بتزود المواد اللي احنا بنقول عليها الوست برودكتس أو السموم الطبيعية المنتجة في الجسم، هي دي بتأثر على الصحة الجنسية. طيب أول حاجة نتكلم عليها الأكل المقلي. أي أكل مقلي في الزيت، نسبة الزيوت دي بتتراكم بعد كده في الدم وبالتالي بتتراكم على جدران الأوعية الدموية، ومن ضمن مساوئها أنها بتقلل الإمداد الدموي للأعضاء التناسلية. تاني حاجة هي الفاست فود، الأكل اللي بناكله من بره، ماك وكل الحاجات اللي بناكلها من بره دي بتبقى فيها أطعمة مهدرجة. الهدرجة دي بتنتج أنواع سيئة جدا من الدهون، والدهون دي بتأثر بطريقة سلبية جدا، غير أنها بتترسب برضو على جدران الأوعية، هي بتؤدي لتحول هرمونات معينة زي عند الرجالة مثلا، بيبقى مركز لتحويل الاندروجينز الاستروجين، ودي تعمل مشاكل طبعا وبتأثر بالسلب في الصحة الجنسية. تالت حاجة هي اللحوم المصنعة. اللحوم المصنعة زي لانشون، زي باسترما، زي كل الحاجات ديت، هي لحوم بتأثر بسلب جدا على الصحة الجنسية وبتؤدي لأنواع سيئة جدا من السرطانات، ده اللي اكتشفوه مؤخرا.
رابع حاجة هي الكحوليات والتدخين. المواد الكحولية والتدخين بأنواعه ليه حاجتين سيئين جدا بيأثروا على الصحة الجنسية. أول حاجة إن هو بيعمل حاجة اسمها فازو كونستركشن، وهي انقباض في الأوعية الدموية، وبالتالي بنقلل الإمداد الدموي مش في الأعضاء التناسلية بس، في حتت كتيرة جدا في الجسم، ولكن منها اللي هم من النهاردة الأعضاء التناسلية. الكحوليات حاجة بتقلل العمل بتاع مضادات الأكسدة، وبتزود إنتاج مواد أخرى بتتنافس مع التستوستيرون والأستروجين على مواقعها الجسدية. طبعا التستوستيرون والأستروجين هي هرمونات الذكورة والأنوثة. دي الأفعال أو الأعراض اللي بتظهر مع الوقت. طبعا ممكن في البداية متبانش، بس مع الوقت هتبان. آخر حاجة خالص هي السكر، والسكر اللي احنا بنحطه على الشاي والقهوة ده بيأثر طبعا تأثير سيء جدا 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 على الجهاز التناسلي والقلب، وبالتالي ده بيأثر على الصحة الجنسية للطرفين. أتمنى أكون فدتكم النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة عن الصحة. شكرا.